في أي دولة أوروبية وقعت معركة فيمي ريدج خلال الحرب العالمية الأولى؟ فيمي ريدج. فات 8 ثواني وفاضل 8 ثواني 3 ثواني. أنس، في الثانية العشرين إجابتك. بلجيكا. بلجيكا؟ ياه، مش معنى بلجيكا؟ اختيار غريب الحقيقة. هو غريب لأن مش حاضر أناقشك. تعرف ليه؟ علشان إجابة خاطئة، لأن المناقشة ممكن تساعد الحصان الأسود. في إجابة؟ غادة. فرنسا. فرنسا إجابة مين؟ إجابة ربنا يستر. واضح إن الاستعداد جاب نتيجة. غادة إجابة صحيحة. فرنسا الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا غادة. طب كانت بين مين ومين؟ لا أنا جبتها من الاسم، يعني حسيتها في فمي ريش، ما عرفش ليه، يعني حسيت إن الاسم ياسف فمي. خدتيها آي كيو. آه، فهي آي كيو شوية. تمام. كانت بين إنجلترا وكندا ضد ألمانيا على الأرض فرنسا. أوكي. تمام. تعادل 10-10. حصل.